اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. موعدنا اليوم مع مباراة فيها حسابات كثيرة، إثارة كبيرة متوقعة نشاهدها. نتمنى نشاهد مباراة تليق بالحدث في هذه المباراة الكبيرة. نتابع وإياكم الأجواء الكبيرة فيما يحيط الملعب، في المدرجات، عند اللاعبين، عند المدربين. نريد أن نستمتع بكرة قدم جميلة من الطرفين. كل فريق عنده حظوظه، والأهم من ذلك كل هذه الأجواء الرائعة في مباراة اليوم. أحداث اللقاء. واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. كرة أرضية إمكانية تسديد. حلاوتك يا كورة. الكل يعرف أنه رائع في التسديدات، إذا سنحت له الفرصة سيمزق الشباك والبوم على مرمى الفريق الخصم. له الأسبقية في التسجيل. تحرك بقوة هائلة. رحيم ستيرلينج. جول. الله ما أروعك. هل تصدقون ما تشاهدونها الآن؟ أمام المرمى، يعرف طريق المرمى جيدا، يعشق هز الشباك من نصف فرصة وحتى أربع الفرص، قادر على استغلالها وتسجيلها وهز الشباك. لاعب لديه حلول فردية كبيرة في تجاوز الدفاع. يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، كرة طولية من الحارس. لمسة بينية، يلعب كرة. يا إلهي، كانت تستحق نهاية أفضل، كانت مبشرة واعدة، في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. هولدينج، تمريرة طولية إلى الأمام.
زينتشينكو، وكرة يتصدى لها الحارس، حارس المرمى أظهر ثباته هنا، نجح في الأخير في منع الفرصة والتصدي لهدف كان محقق. الحارس كان في وضعية صعبة لكنه نجح في التصدي وإنقاذ المرمى بشكل رائع جدا. فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى. مايسترو عنده كل خيوط اللعب، يلعب كرة في المنطقة الأمامية، يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها أرضية. جول! لمثل هذا تقال أحلى الكلمات، اسمه يتصدر العناوين وزنه من ذهب. تخصص في اختراق المدافعين وتسجيل أهداف، هذا فنه، هذه كراته، هذه أهدافه. الله ما أروعك، خذها على الطائر في منتهى الروعة. بوم! النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. من الواضح للجميع أن الدفاع مكشوف في هذه الجهة، من الصعب الإجابة على كيفية إيقاف هذه الجبهة من صنع الخطورة. دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. والكرة إلى الأمام، إمكانية تسديد. يا لها من لقطة هذه اللي حببنا في الكرة، برافو يا ولد. لقد خطوا خطوة كبيرة نحو الفوز بمباراة اليوم. صاحب لمسة رائعة، تحب أن تشاهد الكرة عندما تكون في حوزته، لأنه يملك إمكانيات كبيرة وموهبة وتحكم رائع جدا بالكرة. هذا اللاعب يحتاجه أو يريده المشجعين في الملعب، نريده كثيرا في الملعب صراحة. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. هولدينج يتحرك الكرة في المساحة على الطرف. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة خطيرة، فرصة للتسديد، عرضية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. تسديدة، وها هي نهاية الشوط الأول. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة، الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم. يبدأ الشوط الثاني الآن. يحاول تمريرها من بين المدافعين. أوهو، محبط جدا بعد ضياع هذه الفرصة رغم المجهود الكبير اللي بذله، افتقر للدقة اللازمة لكي تكون في الشباك.
لمسة بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يلعب كورة، جول! لم أعد أحتمل، لم أعد أصدق ما أشاهد الآن. هدف جميل، الأمور حسمت تماما بهذا الفارق من النتيجة. ليلة للتاريخ بأتم معنى الكلمة. هذه المباراة الممتعة جدا من هذا الفريق، لم يكن عنده الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. تسديدة، يا أكيد يلوم نفسه الآن على ضياع هذه الفرصة. لقد كان من الممكن أن تشكل خطورة أكبر لو اتخذ قرارا مختلفا قبل التسديد. توتر وعدم التركيز لعب دوره هنا، في رأيي هذا السبب الرئيسي في ضياع الفرصة. يلعب كرة إلى الأمام، رحيم ستيرلينج، جول! مستحيل، ما هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يبحث عن فرصة للتسديد، أينما وجد المساحة وجد طريق المرمى، لن يمنع أي شيء من أن يسدد بشكل قوي، بالتالي هو خطر كبير جدا على دفاع الفريق الخصم. جابرييل جيسوس تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. يلعب الكرة إلى الأمام، واضح تركيز المدرب على هذه الجبهة واستغلالها من أجل صناعة الفارق في هذه المباراة. تمر، كان ممكن التسديد بشكل أفضل وبدقة. أكيد محبط على ضياع هذه الفرصة على فريقه، كانت فرصة سانحة للتسجيل. أهدر فرصة حقيقية هنا بعد مجهود مميز في صناعة فرصة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. تمريرة بينية، تعود الكرة إليهم مرة أخرى، يمر، وفرصة خطيرة. يلعبها أرضية، جول! أي مباراة هنا، أي كرة لعبتها هنا، يدخل الكرة
الشباك ويدخل قلوب جماهيره. بالنسبة للمدرب أعتقد وجود هذا اللاعب سيعلن اعتماد أكثر على ألعاب الهواء لما يملكه من إمكانيات رائعة وبارعة في استغلال الكرات الهوائية وضربات الرأس. يوم غير عادي، رجل الهاتريك يحتفظ بكرة الهاتريك إلى الأبد. يعود بالكرة إلى الوراء. انتهت المباراة. أظهروا قوتهم في مباراة اليوم وحققوا فوزا مريحا في النهاية، مع حماس لاعبين، مع مدرب عبقري، مع جمهور لم يهدأ من الدقيقة الأولى، مع هذا العرض.